أذهب لي سيد أمجد الشوى. هذه المرة سيد أمجد، ما حدث من تحركات وربما اختراقات ولو بسيطة في المؤسسات الدولية طوال الفترة الماضية، كيف ينعكس على الموضوع الأساسي اللي بيناقشه أو بتناقشه هذه اللقاءات وهذه المباحثات في مؤتمر الاستجابة، وهو مسألة الوضع الإنساني في داخل القطاع؟ بمعنى آخر، كيف ينعكس على الأرض للاحتياجات الأساسية للمدنيين هناك؟ يعني دعيني أؤكد مرة أخرى أن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يتهرب من هذه القرارات ومن هذه التوجهات التي تصدر من مختلف الجهات الدولية. يعني أعلى هيئة قضائية في العالم، محكمة العدل الدولية، اتخذت قرارين مهمين. أولا التدابير التي أقرتها في شهر فبراير الماضي، وأيضا فيما يتعلق بجريمة الإبادة، وأيضا في شهر مايو عندما طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح، بل بالعكس زادت من عدوانها وعمليات القتل التي تقوم بها. الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا الانحياز الأمريكي ماض في عدوانه وفي انتهاك المنظومة القانونية الدولية، وأيضا يستغل عدم وجود إجراءات حقيقية لترجمة المواقف التي تخرج من هنا وهناك بوقف الحرب. نحن لسنا فقط بحاجة إلى تصريحات، نحن بحاجة إلى أفعال حقيقية تضغط على دولة الاحتلال بشكل جدي لوقف هذا العدوان، وقف هذه الجرائم. نحن أمام أحداث غير مسبوقة بمعنى الكلمة. هذه القمة نحن نقدر هذه الجهود المبذولة من أجل الاستجابة الإنسانية الطارئة، ونتطلع أن يكون هناك توجهات لإسناد صمود أبناء شعبنا ودعمهم على مختلف المستويات، بما في ذلك فتح المعابر والممرات البرية أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات. ولكن الهم الأساسي لشعبنا هو وقف هذا العدوان بشكل كامل وبشكل دائم، وهو الأمر الذي لم يستجب له قرار مجلس الأمن بالبارحة. المطلوب اليوم هو أن يكون هو وقف دائم لهذا العدوان، وأيضا توفير الحماية لشعبنا وإنصاف الضحايا الذين يتطلعون. نحن نتحدث عن أكثر من 37 ألف شهيد، وهناك أكثر من 10,000 مفقود حتى الآن، يعني 50,000 من الضحايا من سقط بحاجة فعلية إلى إنصاف وتحقيق العدالة لهم. هذا أمر بالغ الأهمية. نعم.